البرنامج الحكومي، لكن الواقع السيد الوزير ما نعيشه بإقليم مثلا استطاعه على تقريبا نفس الكلام اللي كنسمعوا الأقاليم أخرى، هو أن هذا الإقليم استطاعه للوضع الصحي فيه كارثة السيد الوزير. للأسف نعطيكم أمثلة، السيد الوزير مستشفى الإقليمي استطاعه عنده جوج دوسكانير كيخدموا غير من 8 الصباح لستة العشية، الحالات الاستعجالية لا يمكن. هاد جوج سكانر كيخدم واحد فيهم، وهذا الواحد ما كيخدمش كاع الساعات، كيخدم يعني المحسوبيه والزبونيه، وإلا ما خلصتيش هذا سكانر مع العلم. الولاده كذلك السيد الوزير، الولاده كاين النساء اللي كيجيو للمستشفى الاقليمي ورجعوا يولدوا في الطريق. اللي موجود في هذا المستشفى الاقليمي هو شهاده طبيه، تخلص 1000 درهم تاخذ شهاده طبيه اكثر من 21 يوم. هذا الشيء اللي كاين في هذا المستشفى الاقليمي السيد الوزير، وهذا واقع. حنا كنعرفوا الغيره ديالكم والمجهودات ديالكم السيد الوزير، ولكن تنزيلوا من خلال مسؤول الجهه المدير الجهوي ولا المدير الاقليمي كاين غياب تام. راه الجماعه مستشفى البروش كنتسناو فيه يخرج الحيز الوجود، للاسف على باش نخبوا العبء لهذا المستشفى الاقليمي، راه داك الشيء كارثه السيد الوزير. حنا كنعرفوا المجهودات ديالكم وكنعرفوا الاهداف ديالكم، ولكن للاسف تنزيل ديالو شيء اخر. مركز التشخيص في السطات يلا يلا جديد ما كيخدمش حتى 4 سوايع في اليوم. شكرا. هل هناك تعقيب اضافي؟